بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجعله أيضا بإذن الله تعالى لقاء مفتوحا نستقبل فيه مختلف الأسئلة التي ترغبون في طرحها فيما يتعلق بأمور الفقه والشريعة. وأرقامنا سنذكركم بها بين الحين والآخر، خاصة للذين يستمعون إلينا عن طريق الإذاعة، ولكن الذين يشاهدوننا سيرونها بين الحين والآخر مرسومة على الشاشة. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الجليل العلامة سعيد بن مبروك القنوبي، المستشار العلمي بمكتب المفتي العام للسلطنة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نسب إليكم أنكم ضعفتم حديثا هو من صام ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، هل هذه النسبة أو المنسوب إليكم صحيح؟ نعم، من صام رمضان، من صام ستا من شوال. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنني لم أضعف ولله الحمد والمنة في يوم من الأيام حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، بل ذكرت في بعض الفتاوى التي ذكرناها في الأعوام الماضية ما يقتضي ثبوت هذا الحديث، حيث إنني ذكرت صيام الست في جملة الصيام الذي أو في جملة الصيام المندوب إليه، ولو كان هذا الحديث ضعيفا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت بندبية ذلك، إذ ليس هنالك دليل من كتاب ولا سنة ولا ما يرجع إليهما بوجه من وجوه الدلالة يدل على ندبية صيام هذه الست إلا هذا الحديث المذكور. والحمد لله لا أعتمد في إثبات الأحكام الشرعية ولا في فضائل الأعمال ولا في غير ذلك على شيء من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإذا ذكرت ندبية أمر من الأمور مثلا فمعنى ذلك أن ذلك الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا إذا وجد دليل آخر يقتضي ندبية ذلك الأمر أو وجوبه أو حرمته أو ما شابه ذلك، فمعنى ذلك أن يمكن أن يكون ذلك الدليل ليس بثابت والعمدة على دليل آخر. أما هنا فلم يأتي دليل آخر يدل على ندبية هذه الست إلا هذا الحديث الوارد، وهذا الحديث رواه الإمام الربيع رحمه الله تبارك وتعالى في مسنده معضلا، ورواه الإمام مسلم والنسائي في السنن الكبرى وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، ورواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وعبد بن حميد والحميدي والشاشي في مسانيدهم، ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي حديث علي بن حجر، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، والطبراني في المعجم الكبير، وابن عبد البر في الاستذكار، والخطيب في الجامع، ورواه كذلك أيضا البيهقي في السنن الكبير وفي السنن الصغير وفي فضائل الأوقات وفي شعب الإيمان وفي معرفة السنن والآثار، ورواه ابن البخاري في مشيخته، ورواه كذلك ابن مندى والقطيع في فوائدهما، ورواه ابن عساكر في معجم الشيوخ، ورواه كذلك ابن الأعرابي في المعجم، ورواه أيضا ابن الجوزي في التحقيق والمزي في تهذيب الكمال، وكذلك رواه أيضا الذهبي في معجم الشيوخ. وإسناد هذه الرواية أو هذا الطريق ليس بصحيح، وذلك لأنه من طريق سعد بن سعيد وهو سيء الحفظ لكنه لم يتفرد به، فقد تابعه صفوان بن سليم، رواه من طريقه النسائي في السنن الكبرى وأبو داود والدارمي وابن خزيمة وابن حبان، وكذلك رواه ابن عساكر في معجم الشيوخ،
ورواه أيضا البيهقي في شعب الإيمان، وابن عبد البر في الاستذكار، ورواه كذلك أيضا الحميدي في مسنده، ورواه أيضا الشاشي في مسنده، وتابعه أيضا زيد بن أسلم عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وتابير عند النسائي في السنن الكبرى، وعند الدارقطني في العلل، وكذلك تابعه عبد ربه عند ابن منده في غرائب سننه. والحديث قد صححته جماعة، والحديث جاء من طريق أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد صححته جماعة من أئمة الحديث، فقد صححه ابن البخاري وفي مشيخته، وكذلك صححه البيهقي وابن عساكر، وصححه أيضا الحافظ العلائي، وصححه ابن منده، فهو حديث صحيح، وله شاهد من طريق ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رواه من طريقه النسائي في السنن الكبرى والدارمي في مسنده، وكذلك رواه ابن ماجه، ورواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والشجري في الأمالي، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والطبراني في المعجم الكبير، وكذلك رواه ابن عبد البر في الاستذكار، والخطيب في تاريخ بغداد، وكذلك رواه الضياء في المختارة، ورواه غير واحد من أئمة الحديث، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه العلائي، وله شاهد آخر من طريق شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي حاتم في العلل، وقد صححه أبوه أبو حاتم، وكذلك صححه العلائي، وله شاهدان أيضا من طريق أبي هريرة وجابر بن عبد الله، ولكنهما ضعيفان لا يعتمد على مثلهما في الشواهد والمتابعات. فالحديث صحيح ثابت، وصيام الست من شوال مندوب إليه بنص هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما ينبغي أن ينبه عليه وأن ينتبه له، أنه ينبغي لكل أحد أن يتثبت من نسبة أي قول إلى أي عالم من العلماء، سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات أو من الأحياء، فإن كثيرا من الناس لا يتثبتون في ذلك، فينسبون إلى بعض أهل العلم بأنهم قالوا بكذا أو قالوا بكذا أو ضعفوا كذا أو ما شابه ذلك. وكذلك ينبغي التثبت من تصحيح الروايات وتضعيفها، خلافا لتلك الطائفة العقلية التي تصحح ما شاء لها هواها، وكذلك تضعف ما شاء لها هواها، من غير أن تحتكم إلى شيء من القواعد الحديثية والأصولية، بل هي لا تعترف بكثير من القواعد الحديثية والأصولية، ولو كانت تعتمد على أدلة لكان الأمر مقبولا، ولكنها لا تعتمد على شيء من الأدلة، بل ولا تعتمد على تصحيح العلماء، فلو نادى العلماء بأعلى أصواتهم وصرخوا بأقوى حججهم لما التفتوا إليهم، وضعفوا تلك الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا أوضح من شمس الظهيرة. فأنا أنصح كل مسلم أن يتثبت في أمره، يتثبت عندما يروي الحديث هل هو صحيح ثابت أو حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس كذلك، وليسأل من يثق بعلمه ودينه، لا أن يسأل من هب ودب، ولا سيما تلك الطائفة العقلية التي ترد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأوها سبب، بل وليس لأي سبب من الأسباب، فهي تحكم هواها في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أرادت أن تصحح حديثا وأن تحتج به صنعت ذلك، والعكس بالعكس، إن شاءت أن ترد حديثا ردته، ويقبلون ما صرح الكفر مثلا بأنه صحيح أو بأنه ثابت. فمثلا إذا جئنا إلى حديث الذباب، الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجته في بعض الأوراق، فبعض الطائفة العقلية ترد هذا الحديث
لأنه لم يثبت في العلم الحديث بزعمها، مع أنه ثابت في العلم الحديث ما يدل على صحة هذا الحديث. ولو لم يثبت هذا، فهل علم الحديث أوتي كل شيء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ أفلا يمكن أن يكون أو أن تكون معرفة هذا الحديث أو صحة هذا الحديث من جملة ذلك الكثير الذي لم يعلمه الناس؟ والعلم عند الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. وإنما يبقى السؤال في موضوع السماعات هذه التي يستمع الناس مثلا فيها إليكم إلى حديث طال شرحه فلا يفهمون فهما جيدا فينسبون إليكم مثل هذا الكلام، ما هي الدقة المطلوبة عند من ينقل مثل هذا الكلام عن العلماء؟ نعم، لابد من أن يتثبت ماذا قال فلان وماذا قال فلان في حكم الحديث. مثلا هذا الحديث قلنا بأنه صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث طرق، كونه جاء في بعض الطرق ليس بصحيح مثلا، فذلك شان آخر. فقد يأتي العالم مثلا ويبين الحديث بأنه جاء من الطريق الفلانية وهي طريق ضعيفة، وجاء من طريق أخرى كذا ومن طريق أخرى، لكن تلك الطرق بمجموعها الكلي يشد بعضها بعضا فترتقي إلى درجة القبول الذي تثبت به الأحكام الشرعية. فينبغي أن يتابع الكلام كله وسيعرف بمشيئة الله تبارك وتعالى الحكم الذي يقول به ذلك القائل. نعم، يعني علماء القدامى كانوا يضربون أكباد الإبل من أجل التثبت من حديث معين. نعم، والآن الناس يسمعون فقط وينقلون رغم أن وسائل الاتصال موجودة للاتصال بالشيخ لمعرفة صحة هذا الكلام. طيب، ما دمنا في موضوع السنة، أم نايف تقول: تعود الناس على إطلاق لفظ سنة على أي عادة يعتاد عليها الناس. السنة بمعنى العادة، ولقد ورد في القرآن الكريم سنة الله بمعنى عادة الله في خلقه، وكذلك وردت بمعنى السنة النبوية وهو ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤالي: هل يصح أن نورد كلمة سنة للتدليل على عوائد البشر؟ السنة هي الطريقة المسلوكة سواء كانت محمودة أو مذمومة، يقال هذا سنة أو سد فلان كذا، من سن سدة حسنة ومن سن سدة سيئة، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الإنسان ينبغي له أن يخاطب الناس بقدر ما يفقهون، بقدر ما يعقلون، بقدر ما يفهمون. فإذا قال لهم بأن الأمر الفلاني سنة ففهموا منه بأن تلك أو بأن ذلك الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من سنته وهو لا يريد ذلك، فهذا يوقع الناس في اللبس، بل يوقعهم قد في فهم خاطب. فينبغي للإنسان أن يوضح للناس وأن لا يوقعهم في شيء ملتبس، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، معنا خالد المحرمي من بريطانيا. لا خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافاك الله. لا خالد، أهلا بكم ومرحبا. يا حياك الله يبارك. سؤالين لو سمحتوا تكرموا. تفضل يا خالد. طبعا أنا مقيم في بريطانيا. نعم. وكان هو معلوم أن في بريطانيا عندهم توقيت الشتوي والتوقيت الصيفي. نعم. ففي التوقيت الشتوي تكون، أنا أتكلم عن صلاة، سؤالي بيكون عن صلاة الجمعة. نعم. فوقت صلاة الظهر في الشتاء الساعة 12 و10 دقائق تقريبا. نعم. أما في وقت الصيف فتكون أول أيام الساعة 1:30. نعم. طبعا يوجد مسجد بالقرب من الجامعة، والخطبة عادة تكون في باللغة العربية وأحيانا باللغة الإنجليزية. نعم. لذلك معظم الطلبة يفضلوا الصلاة في هذا المسجد، لكن المشكلة إن صلاة الجمعة، وأقصد هنا بدء الخطبة، على مدار العام تكون في تمام الساعة 1:00. نعم. في وقت الشتاء يعني يكون الوقت قد دخل وما فيها مشكلة. أما في الصيف تبدأ الخطبة كما سلفت ساعة 1:00، وفي الأيام الأولى من تغيير الوقت لما يبدأ التوقيت الصيفي تنتهي الصلاة أحيانا قبل دخول الوقت. نعم. يعني الخطبة والصلاة تنتهي قبل دخول الوقت، قبل الساعة 1:30. نعم. ومن ثم وقت دخول الظهر يتراجع، فتكون أحيانا الخطبة تبدأ قبل دخول الوقت، أما الصلاة أحيانا في منتصف الصلاة يدخل الوقت.
ومن ثم بعد أيام يكون دخول الوقت يعني يدخل الوقت وبعد تقام الصلاة، لكن الخطبة دائما تقام الساعة 1 قبل دخول الوقت. فما حكم الصلاة اللي تصلى بعد قبل دخول الوقت وفي دخول الوقت؟ والثانية طبعا شو اسمه بتكون بعد دخول الوقت، لكن هل هي إذا كانت مرتبطة بالخطبة أم لا؟ واضح. هذا سؤال. عندي سؤال آخر إذا تفضل. أخي خالد أهلا بك يا أخي. تفضل. كما تفضل سمح الشيخ شيخ سعيد، لكن اسمحني أسأل، هل يوجد مسجد آخر تقام فيه الصلاة والخطبة في الوقت المحدد؟ نعم توجد مساجد، لكن هذا المسجد قربه من الجامعة والطلبة اللي ما يقدر يروح إلى مساجد أخرى. نعم واضح. يعني في مساجد لكن في مشقة أن الطلبة يروحوا له. واضح. نعم. ووقت محاضراتهم. السؤال الثاني، تفضل الشيخ في أحد حلقات سؤال الذكر قبل أيام بجواز الصلاة خلف الإمام المتنفل. نعم. فعندي يعني أريد بعض التوضيح في هذه المسألة. على سبيل المثال، نعم، لو دخلت المسجد والجماعة تصلي العصر وأنا أريد أصلي الظهر والعصر، فهل أصلي الظهر منفردا ثم أستدرك ما فاتني من صلاة العصر، أم أصلي معهم بنية صلاة الظهر وبعد انتهاء الصلاة أصلي العصر؟ نعم. السؤال الآخر، طيب، لو دخلت المسجد في الحين في شهر رمضان ووجدت أن الجماعة انتهت من فرض العشاء وبدوا في صلاة التراويح وأنا لم أصلي العشاء، نعم، فهل أدخل معهم وأصلي العشاء بنية العشاء؟ طيب. ففي هذه الحالة لو صليت معهم بعد تسليم الإمام بعد ركعتين الأوليتين، هل أكمل مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة أم أكمل الركعتين الباقيات منفردا؟ جميل. ولو كنت في السفر، في حالة السفر، هل بعد تسليم الإمام من الركعتين الثانيتين أصلي، أي يعني اكتملت صلاتي أم أصليها أربع؟ جميل. السؤال واضح. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا أخ خالد، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. نبدأ بسؤاله، ولكن نذكر قبل ذلك. طيب نأخذ حسين السيابي. حسين السيابي تفضل. أخ حسين، حسين السيابي آثرناك، كنا أردنا أن نطرح سؤال. حمد الصوافي، أخ حمد، حمد الصوافي، يبدو أن النية الأولى كانت صحيحة. طيب فضيلة الشيخ، استمعتم إلى سؤاله. في الشتاء ليست هناك مشكلة، لكن المشكلة في الصيف، لأن وقت صلاة الظهر يكون في الساعة 1:30، والخطبة على مدار العام في الشتاء والصيف تبدأ في الساعة 1. في بعض الأحيان تنتهي الخطبة والصلاة في الصيف قبل 1:30، قبل الوقت. نعم قبل الوقت. وفي بعض الأحيان تكون الخطبة قبل الوقت والصلاة في الوقت. ما الحكم في هذه الحالة؟ في حقيقة الواقع للجمعة وقت معين محدد كغيرها من أوقات الصلوات، ووقتها هو وقت الظهر، هذا الذي ذهب إليه جمهور الأمة وهو الصحيح الذي تقتضيه السنة، خلافا لمن أجاز تقديم صلاة الجمعة على ميقات صلاة الظهر، فالصحيح خلاف هذا القول، وعليه ليس لهم أن يصلوا معهم ما داموا أنهم يقدمون الصلاة على وقتها المحدد لها شرعا. فإن تمكنوا من الذهاب إلى المساجد الأخرى التي تصلي الجمعة في وقتها المحدد لها شرعا فليذهبوا لذلك، وإن لم يتمكنوا فهم مسافرون والمسافر تسقط عنه صلاة الجمعة. طيب السؤال هو الثاني في موضوع صلاة الصلاة خلف المتنفل، يريد تفصيلا في هذا الموضوع. لو وجد جماعة تصلي العصر وهو لم يصلي الظهر بعد، هل يدخل معهم؟ يعني احنا فريق مفترض خلف مفترض. نعم، لكن اختلاف النية. اختلاف النية. أما المتنفل فيجوز له أن يصلي خلف المفترض بنص السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما إمامة المنتفل بالمفترض أو بالمفترضين ففيها خلاف شهير بين أهل العلم من زمن قديم،
ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للمتنفل أن يؤم المفترض، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى جواز ذلك بحجة أن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف ثم يذهب ويصلي في قومه، وليس من المعقول أن يصلي معاذ رضي الله تبارك وتعالى وهو من هو في علمه ودينه، ليس من المعقول أن يصلي نافلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده الشريف ثم يذهب ويصلي بالناس الفريضة. فالصحيح القول بجواز إمامة المتنفل. وكذلك بالنسبة إلى اختلف الفرضان، العلماء قد اختلفوا في ذلك، ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس لأحد يصلي فريضة أن يصلي خلف من يصلي فريضة أخرى، أي ليس لأحد أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر خلف من يصلي العصر، وذهب الطائفة إلى جواز ذلك. ونحن لا نستحسن أن يبتدي، ونحن نرى أن القول بالجواز هو القول المشهور، هو القول الصحيح الذي يقتضيه ما ذكرناه من صنيع معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن إذا أمكن أن يكون الأمر بخلاف ذلك فذلك المطلوب. مثلا لو جاء إنسان ودخل يريد أن يصلي الظهر والجماعة تريد أن تصلي العصر، فليطلب منهم أن يصلي الظهر هو أولا سواء كان منفردا أو أن يصلي ببعضهم نافلة ثم بعد ذلك يدخل مع الجماعة ويصلي معهم العصر. نعم، أو يصلي منفردا، يصح له أن يقدم الظهر مثلا إذا كان في مكان بعيد عن الجماعة بحيث لا تصح صلاته خلف الجماعة ثم يدخل بعد ذلك معهم العصر، فلا مانع من ذلك. نعم، سنعود في موضوع الصلاة معهم وهم يصلون التراويح، ولكن بعد هذه المكالمات. الأخت مريم الحارثية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت مريم كيف حالك؟ خير الحمد لله. الأخت مريم عافاك الله، معي سؤال. تفضلي. أنا في مرة من المرات يعني أنا وأختي كنا يعني حمل أولادنا يعني نفس الشهر كانوا. يعني كانت ولادتهم نفس الشهر، بس أنها صار يعني فيه إحصان ما بين الرضاعة، فكنت أنا أستخدم الحلابة عشان أرضع ولدي. في يوم من الأيام يا أختي كنت أنا ما صرتها زين كذي، فيات أختي فأخذت يعني الرضاعة فحلبتي فأرضعت طفلها يعني شوية بس ما كثير، يعني كنا رضعة واحدة يعني شوية بس نقطة بسيطة بس جدا. فعندي سؤال، يعني هل يعتبر هذا رضاعة؟ أختش أخذت الزجاجة ولا أخذت ال؟ فقط أخذت الحلابة. نعم. صيدلية. واضح. فقط أخذت الحلابة فحلبت يعني والطفل يعني طفل رضيع كان عمره تقريبا. يعني أختك حلبت من ثديها ثم أعطته لابنك؟ لا لا. لا استخدمت الحلابة ولم تغسل بعد الحلابة. أنا حلبته من ثدي. نعم واضح واضح. ثم استخدمت أختي يعني بعد يوم. لم تعلم بأنني أنا لم أغسلها. لكن ليس فيها شيء من اللبن. نعم. ليس فيها شيء من الحليب. يعني أنا أول استخدمته، أنا مثلا أنا الفرد ألف وهي الفرد باء، فالفرد ألف يعني أنا استخدمت الحلابة فلم أغسلها جيدا، يعني فلم أغسلها، فعندما استخدمتها أختي أنا حلبت في الحلاب يعني في الرضاعة خاصة بطفلها، ولكن المشكلة في الحلابة هي الأذية. نعم. الحلابة التي تستخدم. أي نعم. كان فيها فقط يعني نقاط بسيطة من الحليب، يمكن يكون الله أعلم جاف يعني، هو لم يكن رطب. نعم. يعني مفهوم سؤالي؟ مفهوم، نفصله إن شاء الله للشيخ بإذن الله. مشكور، أحسن. شكرا جزيلا لأخت مريم. لا. بارك الله فيك. الأخ سعيد الغزيلي أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ سعيد. حالك شيخ سعيد؟ أهلا بك ومرحبا. الله فيك. هنيتم بالشهر. الله يهنيك بالخير. الله يهنيك الأخ سعيد. وهنيت بنصف الشهر أيضا عاد، مضى النصف الأول. تفضل الأخ سعيد. آمين. عافاك الله. عندي بعض الأسئلة. تفضل. يوجد عندنا الشيخ في البلد هنا مقبرتين، والأولى جبلية، أرض جبلية، والأخرى أرض رملية. نعم. فبالنسبة للمقبرة اللي على الأرض الجبلية، يعني الحفار القبور يواجهوا صعوبة جدا في حفر يعني الحفرة ثم اللحد. نعم. فيكتفوا بوضع شق فقط.
شق على على على, على سطح الأرض؟ نعم نعم على سطح الأرض. نعم. طيب عمق. نعم. وهذا يعني سؤال. يعني شق صغير يتسع للجثة فقط. نعم نعم. للميت. نعم. نعم. فهل يعني هذا العمل اللي يعملوه بحين صحيح؟ نعم. عدم يعني بعدم استطاعتهم عمل الحفرة هذيك يعني أو بعد الأحد يعني استطاع يعني صعوبة كبيرة. نعم. مشان الأرض جبلية. وماذا في الرملية؟ الرملية الشيخ بالنسبة للأرضية أول شيء الأرض يعني تأتي لها ثلاث أمطار الشعاب وهذا وتغمرها بالمياه القبور. نعم نعم. وبالنسبة للأرض كذلك رملية الرمل يعني عندما يحفر القبر يندثر القبر بسرعة يعني. نعم. فبالنسبة للأرض الرملية الشيخ هل يصح أن نعمل في وسط القبر ما بين القف يعني حولها يعني طابوق أسمنتي؟ نعم. يعني يحمي القبر عن الاندثار من 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 تحت يعني من من ارض من ارض القبر يعني تحت. نعم. هذا السؤال. بالنسبه للاسقف الشيخ بالنسبه هل يصح اني اسقف بالاسقف الاسمنتيه اللي مصنوعه من الاسمنت؟ طيب. السؤال اللي عندي بعض السؤال الاخر الشيخ بالنسبه اعرف حد يعني بالنسبه للاخوه هذان الله وياهم يعني يتمسكون نصيحة من الشيخ لهؤلاء الإخوة يتمسكون بالاستقامة وطبعا يؤدون الصلوات وفي جماعة ما عدا صلاة الفجر الشيخ. نعم. فصلاة الفجر يتهاون عليها تهاون كبير يعني حتى يعني بعض الأخوة ننظر إليها نظر الصلاح والاستقامة لكن من لم يأتوا لصلاة الفجر أبدا يعني. نعم. فهل يصح لهم أو يعذروا عن عدم يعني يقيموا صلاة الجماعة في بيتهم بما أن المسجد جدا بأمتار قريب يعني منهم يقيموها في بيتهم مع أولادهم مثلا؟ نعم نعم. طيب بما أن المسجد قريب يعني أمتار بسيطة. واضح جدا. أحسنت. شكرا جزيلا الأخ سعيد. شكرا جزيلا. سيف العوفي أهلا بك يا سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير أخ سيف. الله يمسك بالخير والنور. شيخ سعيد كيف حالك؟ الحمد لله. عساكم بصحة جيدة. طيب تفضل أخ سيف. بارك الله وسعيكم. عفاك الله. لدي ثلاثة أسئلة لأخ سيف. بسرعة. تفضل. بإمكان؟ ممكن تفضل. بارك الله فيكم. سؤالي الأول امرأة أصيبت بجلطة وهي طريحة الفراش وفاقدة الذاكرة. نعم. تارة يرجع إليها عقلها وتارة أخرى تكون في غيبوبة. فهل يلزمها الصوم وإن لم يلزمها الصوم ماذا يجب على أولادها؟ طيب. سؤالي الثاني شخص حلف في وقت الغضب أنه لا يتصل بصاحبه ولا يراسله بالهاتف. نعم. وهو الآن يريد الرجوع والاتصال أو المراسلة بذلك الشخص. نعم. فهو يتساءل ماذا يلزمه؟ طيب الثالث سؤالي الأخير. نعم. ما قيل وتداول بأن أولاد اليهود والنصارى الذين يموتون وهم أطفال يدخلون الجنة ويكونون خدما للمؤمنين في الجنة هل هذا القول صحيح؟ طيب شكرا لكم أخي. شكرا جزيلا. نعود إلى سؤال الأخ خالد من بريطانيا يقول إذا كانوا يصلوا التراويح وهو لم يصلي العشاء فهل يصلي معهم في الركعتين الأوليين مثلا؟ إذا كان مسافرا مثلا بإمكانه أن يصلي معهم الركعتين الأوليين إذا كانت الصلاة صلاة العشاء. نعم كان يقصر فيهما. وعندما يسلم الإمام يسلم معه. أما إن كان مقيما فإن صلى معهم بعد ذلك يبقى أن يصلي ركعتين أخرى أو الركعتين الأخريين فسيصلي منفردا لأن الصلاة انفصلت سيكمل مفردا. نعم. وإن صلى كما قلنا بمفرده فذلك وجه عند كثرة كاثرة من أهل العلم. نعم. الأخت مريم استمعتم إلى سؤالها هي على كل حال يعني تلك الحلابة التي أسمتها بالحلابة ربما بقي فيها أثر بسيط من حليبها أما إن كان لم يبقى فيها شيء أبدا فلا إشكال ليس هذا برضاء. نعم. وأما إن كان بقي فيها شيء واختلط بالحليب الآخر فمعنى ذلك أقل ما يقال بأن فيه شبهة فيتجنب الزواج ويتجنب المصافحة مخافة الوقوع في المحظور فهي أدرى هل هنالك شيء من الحليب أو أنها لم تغسل الحلابة أو الرضاعة ولم يبقى شيء من الحليب في ذلك فإن كان لم يبقى شيء فلا بأس بذلك.
هي لم تغسلها كما تقول. إذا كانت القضية قضية غسل فلا مانع من ذلك، أما إذا بقي فيها شيء من الحليب فالأمر يختلف. طيب وجد الشك الآن من الطرفين، ما الأحرى؟ طيب ما دام هنالك احتمال وارد فلا يتزوج هذا الولد هذه البنت ولا يصافح، لا يصافح هذه المرأة ولا يصافح البنت. نعم. وهكذا بالنسبة إلى أصول وفروع هذه البنت. نعم. طيب عدم المصافحة جاء من موضوع الشك إذن؟ إذا كان احتمال هنالك يمكن. نعم. أن يكون هنالك شيء من الحليب ويمكن أن يكون ليس هنالك شيء. نعم. طيب أم نايف من الموقع تقول امرأة كانت تصلي فريضة المغرب والعشاء بدون سور، وذلك ظنا منها أن الفريضة تقرأ فيها الفاتحة على الدوام فقط، ما الذي يلزمها؟ لا شيء عليها في الماضي، ولكن لتتعلم في المستقبل بأن كل صلاة أو كل ركعة يجهر فيها الإمام بالقراءة فإنه يقرأ مع الفاتحة بسورة. أما الماضي فلا شيء عليها، لأن قراءة السورة ليست بركن ولا شرط من شروط صحة الصلاة. أبو عبيدة أو الأخ محمد من سوريا يقول من قصر في الالتحاق بصلاة الجماعة لتعب كان فيه أو كان به ففاتته الجماعة ولم يجد من يصلي معه، فهل ينتقض صيامه؟ لا ينتقض صيامه، لا ليس عليه شيء بالنسبة إلى صيامه. فإن كان لم يستطع أن يذهب إلى الجماعة متعبا جدا لم يستطع فلا شيء عليه، وإن كان تهاون فليتوب إلى ربه، وصلاته وصيامه صحيحان إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ سعيد يطرح موضوعين، المقبرة الأولى يعني في منطقة جبلية ولا يستطيعون أن يصنعوا حيلة سوى أن يشقوا شقا يتسع فقط للميت، ثم بعد ذلك يغطونه من غير أن يضعوا مثلا نفحر حفرة كبيرة ثم يضعون في وسطها أو في أسفلها شقا. أما طيب نفصل هذه الآن، بالضرورة أحكامها إن كانوا مضطرين إلى ذلك ولا حول لهم إلا ذلك فلا يكلفون فوق طاقتهم. وبالنسبة للرملية فيها مشكلات، هي مسألة أنها غير منضبطة وفي بعض الأحيان تغمرها المياه، هل يصح لهم أن يضعوا يعني طابوقا اسمنتيا مثلا؟ نعم كان، لكن إذا كان في وادي فليبحثوا عن مكان آخر لئلا يحمل يمر الوادي ويحمل الأموات. أما إن كانت رملية فليصنعوا ما استطاعوا أن يضعوه بحيث لا يسقط التراب على الميت. التسقيف بقوالب الإسمنت فيه شيء؟ لا شيء فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. لكن إن أمكن الحصى فذلك. الأخ سيف يقول امرأة نعم أرادكم أيضا أن توجهوا نصيحة لبعض الشباب الذين يقصرون في حضور صلاة الفجر. بأن الإنسان عليه أن يلتزم بكتاب الله تبارك وتعالى ويلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أي حادثة في أي قضية من القضايا. فهؤلاء الذين يتهاونون بصلاة الفجر عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يصلوا مع جماعة المسلمين، لأن صلاة الجماعة فريضة على كل فرد من الأفراد إلا إذا كان معذورا بعذر شرعي، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخ عبد الوهاب بن الجزائر يقول في مسند الإمام الربيع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما فعل فقال مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. من طلق في الحيض سؤاله الآن، هل يؤمر أن يتبع الهدي النبوي الذي وجه لابن عمر؟ وإن طبق هذا الهدي واختار تطليقها بعد أن طهرت فهل تحسب عليه تطليقتان أم واحدة؟ وبعد تطليقها هذا متى تبدأ في حساب العدة؟ هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه اختلفت الروايات هل حسبت تلك الحيضة أو هل حسبت تلك الطلقة التي طلقها ابن عمر رضي الله عنهما أو لم تحسب.
وأنا قد فصلت المقال في هذه القضية في العام الماضي في سؤال أهل الذكر، والقول وبينت أن القول الصحيح بأنها حسبت، لأن الروايات الصحيحة نصت على ذلك نصا صريحا لا يقبل الجدل، وما جاء بخلاف ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله هل يتبع الهدي النبوي، أقول من ذا الذي يجرؤ فيقول بأنه لا يتبع الهدي النبوي؟ فليتبع نعم الهدي النبوي وليراجعها، ثم بعد ذلك إن شاء أن يطلق بعد فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك إن شاء أن يطلق فليطلق، وتلك الطلقة ستكون هي الطلقة الثانية، لأن الطلقة الأولى هي الطلقة التي كانت في زمن في وقت الحيض، وليتب إلى الله من طلاقه في الحيض، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الأخ فيصل بن سالم العقيلي يقول ما حكم من صلى بمسجد وحول هذا المسجد قبور من جميع الاتجاهات، هل تقبل صلاته؟ نعم، متى من المسجد ليست هنالك في ذلك المسجد قبور فالصلاة صحيحة. نأتي إلى سؤال الأخ سيف، هذه المرأة التي أصيبت بالجلطة وهي طريحة الفراش في بعض الأحيان تكون فائقة وفي بعض الأحيان تفقد ذاكرتها وتكون في غيبوبة كما قال، ما حكم صيامها؟ أولا وقبل كل شيء أريد أن أرجع إلى قضية السؤال عن المقبرتين. فإن كانوا إن كان هنالك مكان آخر يمكن أن ينشئوا فيه مقبرة ليست فيها تلك العيوب التي ذكرها السائل فلا مانع من ذلك، بل ذلك هو المطلوب. نعم، المرأة تسأل عن ماذا؟ لا، هذه المرأة التي أصيبت بجلطة في بعض الأحيان. نعم، نعم. يعود إليها وعيها وبعض الأحيان تفقد. أما إن كان لا يعود عليها لا يعود إليها الوعي فلا تطالب بشيء، لا بصلاة ولا بصيام، ولا يقوم أحد عنها بصلاة ولا بصيام. أما إن كانت في بعض الحالات تستيقظ وتنتبه وتعرف الصلاة وتعرف الصيام فلتصلي ولتصم. نعم. لكن إن كانت لا تستطيع على الصيام تخبر وتطعم عن تلك الأيام التي استيقظت فيها، تطعم من عن تلك الأيام التي استيقظت فيها. أما إن كانت فاقدة للعقل فلا شيء عليها. نعم، نأخذ مكالمتين. الأخ سالم الهاشمي. الأخ سالم. نعم، تفضل الأخ سالم. نعم، اهلا بك ومرحبا، تفضل تطرح سؤالك ان شاء الله. ما سمعت. تفضل، انت معنا على الهواء مباشره ان شاء الله. تسمعون الان؟ نعم، تفضل تفضل سؤالك. طيب، فيصل السعدي. الاخ فيصل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، نشكر الله. عندي سؤال لو سمحت. تفضل اخ فيصل. سؤالي الاول، من المعلوم ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتشمل جوانب عديدة من حياة الإنسان، فمنها ما يتعلق بمظهره، ومنها ما يتعلق بجوهره، ومنها ما يتعلق بكيفية التعامل مع الآخرين. ولكن وللأسف الشديد نجد أن بعض الناس يقللون وربما يردون جانبا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا المتعلقة بمظهر الإنسان، متذرعين في ذلك بأن لكل زمان أحواله ولكل مكان عاداته وتقاليده، وأن الاستقامة لا تقاس بالظاهر وإنما بالباطن إلى غير ذلك. نعم. ما رأيكم فضيلة الشيخ في مثل هذا التصرف، وبما تنصحون هؤلاء؟ طيب. سؤال الثاني، كثر الأخذ والرد حول ما إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب أم لا، فبين قائل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب، ذهب آخرون إلى أنه يخطئ ولكن في الأمور الدنيوية دون الشرعية. سؤالي، ما هو الصحيح في هذه القضية؟ وإذا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ في الأمور الدنيوية دون الشرعية، ما هو الضابط في معرفة هذه الأمور ماذا كان دنيوية أم شرعية؟ طيب أخ فيصل، أحسن دبارك. شكرا جزيلا لك. مما بقي من أسئلة الأخ سيف، يقول هذا الشخص حلف أن لا يكلم فلانا ولا يراسله ويريد أن يعود الآن، يكلم صاحبه وليراسله وليكفر كفارة مرسلة، أي أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع على شيء من هذه الثلاثة فليصم ثلاثة أيام.
هل يمكن أن يكفر قبل الحنث؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، ولكن ينبغي له أن يحتاط وأن يخرج من الخلاف، وأولا يكلم ويراسل صاحبه ثم بعد ذلك يكفر، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. المسألة العقائدية التي ذكرتها الأخ سيف سنتناولها لاحقا إن شاء الله تعالى. الأخ فيصل يتكلم في موضوع السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمظهر والملبس والتعامل مع الآخر. هناك من يقلل من بعض جوانب هذه السنة ويعتمد فقط على موضوع التعامل مع الآخر، ما الحكم؟ على كل حال هذه هي الطائفة العقلية التي التي ترد بجهلها كثيرا من الأحاديث النبوية الثابتة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. وأقول إنه ينبغي لكل إنسان أن يطبق كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أي قضية من القضايا صغيرة كانت أو كبيرة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وأيضا في مسألة خطأ النبي صلى الله عليه وسلم وصوابه في الأمور الاجتهادية أو الدنيوية، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يقال بأنه يخطئ في الأمور الدنيوية ولا في غيرها، أما في غيرها فهذا الأمر عظيم. وكذلك بالنسبة إلى الأمور الدنيوية لا ليس هنالك دليل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ شرع الله تبارك وتعالى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم ذكروا هنالك مسألة والخلف في خطائه ولا يصح، والخلف في خطائه ولا يقر عليه إجماعا، فإن به استمر فهو من الله دليل امتنع خلافه لأنه مما شرع. فإن أخطأ في شيء مثلا لا يقره الله تبارك وتعالى عليه وينبهه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يمكن أن يأتي آتٍ اليوم ويقول أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الفلانية من مسائل الدنيا أو ما شابه ذلك، هذا مما لا يجوز عياذا بالله تبارك وتعالى من مثل هذه الاعتقادات التي تجر إلى مثل هذه الأمور التي يخشى على صاحبها والعياذ بالله تبارك وتعالى. هل تعتبرون هذه منطقة خطيرة تنصحون بعدم الخوض فيها على اعتبار أنه لا يترتب عليها عمل؟ على كل حال نحن نقول بأنه كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قال به فهو صحيح ثابت، لا يمكن لأحد أن يرد ذلك أبدا بزعم أنه أخطأ صلوات الله وسلامه عليه أو بما شابه ذلك من الكلام. نعم يبحث في الحديث عن ثبوته وعدم ثبوته، وهذه المسألة ليست من المسألة السهلة اليسيرة، فهذه المسألة تحتاج إلى عالم متضلع مطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أولئك الذين يطلعون على رواية ولا يفقهونها ثم يردونها بدعوى من الدعاوى الباطلة فهؤلاء لا يجوز الرجوع إليهم، بل ذلك حرام، فالرجوع يكون إلى أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين الذين اطلعوا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تبارك وتعالى أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وكنا نتمنى أن يطول بنا الوقت لنتناول أيضا الأسئلة الكثيرة التي وردت عن طريق الموقع، ولعل ذلك سيكون في الغد إن شاء الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. شكرا لكم أعزائنا الكرام على المتابعة والمشاركة، وشكرا لكل من استمع إلينا أيضا عن طريق الإذاعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.